مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. بلغت النسبة العامة لملء السدود في المغرب اكثر من 33.6% الى حدود اليوم، وساعدت التساقطات المطرية الأخيرة في تعزيز المخزونات المائية السطحية، كما يتوقع الخبراء ان تساعد التأثيرات الرطبة والتساقطات الثلجية التي شهدها المغرب في الأسابيع الماضية في تعزيز الفرشات المائية الباطنية، لكن الوضع المائي بشكل عام لا يزال يواجه تحديات كبيرة. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد بن عبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، وينضم إلينا أيضا الأستاذ زين العابدين الحسيني، الأستاذ الجامعي الخبير في التشريع البيئي، ضيفي الكريمين، أهلا بكما. أبدأ معكم أستاذ محمد بن عبو، حينما نتحدث عن هذه التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة لربما من دون انقطاع حسب الجهات، بودي أن أسألك عن تأثيرها على الموسم الفلاحي، إلى أي مدى نحن إزاء موسم فلاحي جيد؟ بالطبع اليوم، شكرا جزيلا على الدعوه سي محمد مره اخرى. بالطبع اليوم نحن في حدود يعني نسبه الملء كما ذكرت في البدايه 33.6%، وهي نسبه جد مهمه مقارنه مع السنه الماضيه، مقارنه مع الاشهر الماضيه. كما يعلم الجميع اننا كنا في حدود 23% في اشهر نوفمبر وبدايه شهر جانفي. اليوم نحن في حدود 5.4 ملايير متر مكعب، وهو في حد ذاته حجم المياه جد مهم، على غرار ان اليوم حتى الفرشه المائيه هي الاخرى تتحسن تدريجيا مع الثلوج اللي عفاتها المملكه، خصوصا في الجنوب يعني الشرقي للمملكه المغربيه. وبالتالي اليوم نتكلم عن منخفضات رطبه متتاليه عمت جنوب المملكه، عمت الجنوب الشرقي، واليوم هي ستعم لله الحمد المنطقه الشماليه والمنطقه الغربيه. اليوم مازال هناك يعني توقعات المديريه العامه للارصاد الجويه بان مجموعه المناطق على الصعيد الوطني غتعرف تساقطات مطريه مهمه وثلجيه كذلك اللي غتعم سلسله جبال الاطلس. كما يعني تابع الجميع باهتمام ان هذه الامطار اللي عرفتها المملكه طيله الايام الماضيه واللي مازال مستمره معنا هذا الاسبوع بدايه شهر مارس باذن الله، يعني هامت الجهه الشرقيه والجهه الشماليه، وبالتالي كانت عامه على صعيد يعني المملكه المغربيه، صعيد جميع الجهات، باستثناء ان هناك احواض مائيه اللي استفدت يعني بواحد الشكل اللي هو جد ملموس. سنتكلموا دائما الحوض ديال لوكوس، حوض ديال سابول، اللي هما كيبقاو دائما من الاحواض اللي فاتوا النسبه ديال الملء ديالهم 50%، باستثناء هذ الحوضين هذو مع التحسن التدريجي للحوض ديال تانسيفت اللي فات يعني فقط النسبه ديال الملء ديالو 45-46%. هناك احواض مائيه اخرى لا زالت تعاني من يعني من العجز المائي. نتكلم اليوم عن الحوض المائي ديال بيرقراق ولا ام ربيع، يعني احواض اخرى بحال الحوض ديال المنويه سوس مسا، كلها احواض مائيه اللي ما زالت يعني تراوح مكانها ما بين 20-26% نسبه الملء ديال السدود. وبالتالي هذه الامطار بالكميات الهائله اللي تسقطت، شفنا يعني يوم السبت الماضي القنيطره، مدينه القنيطره لوحدها استقبلت حوالي 80 ملم ما بين نهار السبت وليله السبت الاحد. وبالتالي هاد الامطار بالكميه ديالها الهائله بالطبع يكون عندها الواقع جد الايجابي على الزراعات الخريفيه. اليوم الحلقه الماضيه كنا نتكلم عن تحسن ديال 67-70% من الزراعات الخريفيه. اليوم لله الحمد مع هاد الامطار هذه الزراعات الخريفيه، خصوصا نتكلم عن القمح الصلب، مجموعه ديال المزروعات اللي كتهم يعني القطاع الفلاحي في المملكه المغربيه، واللي كما تكلمنا سابقا انا تقريبا 6 ديال الملايين الهكتار اللي تم الزراعه ديالها على المستوى الوطني. بفضل هذه التساقطات المطريه غادي تسترجع يعني الصحه ديالها. ونتكلم اليوم عن المراعي والجوده ديال المراعي اليوم اللي غادي يكون عندها واحد الايقاع وواحد الواقع جد ايجابي على المراعي ديال المملكه المغربيه. طيب. وعلى الصحه والسلامة ديال القطاع القطع ديال الأغنام والأبقار المملكة المغربية. شكرا لك أستاذ محمد بن عبو. دكتور زين العابدين الحسيني، ما تقييمكم أنتم للوضع المائي والفلاحي أيضا في المغرب على ضوء هذه الموجات المتتالية من التساقطات المطرية التي تقولون أيضا ويقول المتتبعون بأنها كانت على الأقل توزيعها الجغرافي جيد وحتى توقيتها كان دقيق؟ وفي الحقيقة يعني ملاحظة يؤكد لنا استحكام أو استقرار التغيرات أو بالأصح الاختلالات المناخية في بلادنا. نحن الآن نلاحظ أن هناك تباينات كبيرة على مستوى التساقطات، وتباينات كذلك المخزون المائي والاكتفاء الذاتي بالنسبة للأحواض المائية الموجودة ببلادنا.
فهناك استثناء واحد أساسي وهو حوض لوكوس الذي تبلغ فيه السدود تقارب بعضها وصل إلى 100% والبعض الآخر يقارب هذه النسبة يعني تسجل أرقاما مهمة مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن بعض المناطق الأخرى لازالت تعاني، يعني هناك سدود كبرى في المغرب لازالت في حدود 10% إلى 12%، ومنها من تصل الحقينة كبالنسبة لسد المسيرة اللي هو من دكتور زين العابدين الحسيني من 2,657,000,000 لازالت الصوت يصل متقطعا من عند الدكتور زين العابدين الحسيني، أتمنى أن نتغلب على هذا الإشكال التقني الآن. دكتور زين العابدين الحسيني تفضل. طيب سنعود للدكتور زين العابدين الحسيني ريثما نتغلب على هذا الإشكال التقني في الصوت. دكتور محمد بن عبو، الآن ونحن في ما تم فبراير 33.6% هي نسبة يمكن أن تساعد على ضمان الأمن المائي للمغرب بتقدير أيضا ما يمكن أن تحصله هذه السدود والبنيات المائية في شهر مارس وأبريل إذا كانت هناك تساقطات؟ في أواخر شهر فبراير اليوم 28 فبراير، وبالتالي نتكلم اليوم عن 33.6% كنسبة مائية السدود، وهي في حد ذاتها نسبة مهمة. لن نكون يعني جازمين بأن ستنضمن الأمن المائي والأمن الغذائي للمملكة المغربية، لأن اليوم لا زلنا في حالة الطوارئ المائية، ما زالت فترات تحسيسية تمر عبر الإذاعة وعبر التلفزة المغربية من أجل تحسيس المواطنين يعني بضرورة الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، بالرغم من الندرة ديالها، بالرغم التوقعات ديال مجموعة التقارير الدولية ولا تقرير كذلك ديال يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي هو الآخر كان خرج بتقرير من أجل أن الموارد المائية المملكة المغربية راه كتعرف واحد التراكم كبير طيلة السنوات المقبلة، وبالتالي اليوم هذه الكمية ديال المياه المجمعة في الأحواض المائية، يعني عندنا اليوم لله الحمد 152 سد كبير اللي وصلنا من بعد يعني الانشاء ديال العديد والعشرات من السدود الكبرى، غادي نوصلوا حتى 25 مليار متر مكعب في افق 2025. هاد يعني هاد السدود الكبرى اللي المغرب غادي في هذا النهج ديال يعني توسيع الديناميه ديال السياسه المائيه على الصعيد الوطني عبر تنزيل هذا المخطط الوطني الجديد للماء، وعبر يعني تفعيل هذا البرنامج الاستعجالي اللي تلقوا صاحب الجلاله منذ يناير 2020 اللي على ضوءه تم بناء مجموعه من السدود الكبرى. كنا في 149 سد كبير، اليوم احنا في 152 سد كبير، عبر التعبئه ديال السدود المنشآت المائيه الكبرى سوف يعني نضمن الامن المائي والامن الغذائي عبر الشهور والسنوات المقبله. اليوم يجب دائما وضع دائما يعني نصب اعيننا ان الموارد المائيه تقل يوما بعد اخر والطلب يزيد، يعني اليوم احنا في 40 مليون نسمة على الصعيد الوطني، هناك اراضي فلاحيه ومضيعات كبرى، هناك يعني اقبال كبير على هذه الماده الحيويه من اجل تلبيه الحاجيه ديالنا في الصناعه والسياحه. سناتي الى تدبير المخزون المائي. دكتور محمد بن عبو ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. استاذ زين العابدين الحسيني ارجو ان الصوت الان يصل بشكل واضح، من كنت بصدد تقييم الوضع المائي؟ أرجو أن تتفضل بإتمام التوضيحات التي أشرت إليها بشأن يعني محاذير وصعوبات أو تحديات هذا الوضع المائي، تفضل. فعلا كما سبق وأشرت، فالوضع الآن يتطلب منا الكثير من الحذر، كثير من الانتباه، كثيرا من تقييم الأوضاع، وكذلك تفكير في مستقبل الأيام أن تكون يعني المعاملة أو التعامل مع هذه الثروة تقوم على مرتكزات ليست هي التي كانت في السابق، فهذا أمر أصبح ضروريا بالنظر إلى أنه كما ذكرت أننا عندنا مناطق الآن لا تزال تعاني من أزمة ومن أزمة خانقة، وإذا أخذنا في عين الاعتبار التساقطات الأخيرة فهي لم تشمل إلا كما قلت حوض اللوكوس وإلى حد ما بعض الأحواض الأخرى، ولكن أحواض ترتبط بمناطق مهمة من الناحية الفلاحية، من الناحية كذلك الصناعية والتجارية، وبها تركيز كبير للساكنة، فهي لازالت تعاني. وعندما نتحدث عن المعاناة فإننا نتحدث عن أيام مقبلة في الصيف، حيث ستكون الوضعية ربما إذا لم تكن هناك تساقطات في شهر مارس يعني مهمة جدا، فعمليا سيبقى الوضع يتسم بكثير من الحرج. ف
فكما سبق وذكرت مثلا في الجنوب في ورزازات هناك تساقطات ثلجية استثنائية تذكرنا بما حدث في بعض المناطق أخرى من العالم كشبه الجزيرة العربية إلى آخره، وهي التي توقع أو تؤكد على أنه يعني الاختلالات المناخية هي الآن مستحكمة وتتسبب فيما يعرف بالحالات القصوى للسيتياسيون اكستريم عفوا، وبالتالي فنحن الان امام وضع جديد لابد من التعامل معه. هذا 33.6% دكتور زين العابدين الحسيني كنسبه ملء فيما تم فبراير، هل هي مطمئنه برايك ام ان الامور غير محسومه لحد الان؟ مطمئنه اذا ما قارناها بالسنه الماضيه حيث كانت في نفس اليوم 32%، ولكن اذا ما رجعنا مثلا إلى سنة 2021 نزيد على أنه في نفس الوقت كانت حقيقة السدود العامة في بلادنا 49.1 وفي سنة 2020 كانت 48.2، بمعنى أننا كنا نقارب النصف، دائما هذا المعدل نجاور نصف الحقيقة مما كان يعطينا الكثير من الأريحية والراحة في التعامل مع الموارد المائية خصوصا على مستوى المدن. الآن 32% هي أو 33% هي تقريبا 17-18% ناقصة على المعدل الذي كنا نعرفه في السنوات الثلاث أو الأربع الخمس يعني في قبل سنة 2020. لذلك فأنا أعتبر على أن هناك جهد لابد أن يبذل وهناك عملية تحسيس كبرى لابد أن يعني بعضها الآن هو موجود والبعض الآخر لابد أن نقوم به على مستويات أخرى كمثلا المنظومة التعليمية، المنظومة الإعلامية، المجتمع المدني إلى غير ذلك، للفت الانتباه مما من شأنه أن يحد من التبذير وسوء يعني الاستعمال والتبذير الذي نعيشه في بعض المناطق حاليا. شكرا لكم دكتور زين العابدين الحسيني. أستاذ محمد بن عبو كنت بصدد الحديث أيضا عن المنشآت المائية التي تسعى الحكومة إلى تسريع إنجازها، هل هناك تأخر في دخول هذه المنشآت حيز الخدمة أو مجال الخدمة بحيث أنه تصبح حتى إذا كانت النسبة أقل ولكن إذا كانت السعة لدينا كبيرة فتكون لدينا كميات وفيرة من المياه والمخزون يكون كبير حتى إذا كانت النسبة غير مهمة من التعبئة العامة؟ لا أدري إذا كنت عبرت عن الفكرة بشكل جيد. تفضل. وصلنا يعني 20 مليار متر مكعب ك يعني الخزان المائي المملكة المغربية، يعني يمكننا أن نخزن اليوم بعد التحاق ثلاث سدود كبرى الى اللائحه يعني 149 سد كبير، اليوم وصلنا 152 سد، كما قلت يعني في افق ثلاث سنوات مقبله نقدروا نوصلوا 25 مليار كساعه ديال الخزان، يعني لا كاباسيتي ديال اننا اللي نقدروا اننا نخزنوا المياه الصحيه على المستوى الوطني، وهذا في حد ذاته يعني رفعنا في الماء الوتيره ديال انجاز ديال مجموعه من السدود، ويعني تابعنا باهتمام يعني هذه المعارض الجهويه اللي نظمتها الوزاره الوصيه على قطاع الماء، وكيف كانت واحد الديناميه كبيره على مجموعه من الاحواض المائيه اللي اطلقت من جديد حملات تحسيسيه في صفوف جميع يعني المتدخلين في الشان المائي. اليوم كما كنعرفوا اذا كانت الفلاحه لوحدها تستهلك ما يفوق 80% من يعني من الامكانيات المائيه للمملكه المغربيه، فاليوم يعني التوجه للمملكه خاصو يمشي نحو يعني الابتكار والتوجه نحو التقنيات اللي كتستعمل هذه الموارد المائيه بكل حذر كما قال الدكتور الحسيني، وبالتالي اليوم لازم اننا نبتكروا اليات من اجل الحفاظ على هذه الموارد المائيه، ونشوف الناس اللي مشينا في السنه الماضيه اللي كانت سنه جفاف امتياز، لازم اننا اليوم نلقاو في نفس يعني القرارات اللي خذتها مجموعه من سلطات يعني الولايات والعملات في المملكه المغربيه خصوصا في المجال السياحي ديال ملء مسابح يعني بالنسبه للمنتجعات السياحيه والفنادق، كذلك من المجال الفلاحي حيث انه تم يعني في البدايه تراجع عن دعم مجموعه من المزروعات اللي تبين انها تستنزف بشكل كبير يعني هذه المساله ديال المياه، وهذه اللي خاص اليوم التوجه ديال العلماء ديال الخبراء. عندنا اليوم لله الحمد مجموعه من المعاهد ديال البحث الزراعي على مستوى المملكه المغربيه التابعه للقطاع الفلاحي اللي اليوم لازم انها تخرج بتقارير علميه تبين لنا الى اي مدى اليوم هذه المزروعات او هذه الحوامض والبواكر ديالنا الى اي مدى انها كتستهلك واحد الكميات كبيره من المياه، وبالتالي باش ما يكونش هذاك الخطاب الفضفاض ديال اليوم كنتكلموا على الدلاح وكاع على مجموعه المزروعات والطماطم هي الاخرى او الجزر، وبالتالي لازم اننا اليوم نبتكروا يعني مزروعات جديده خضروات جديده التي تتكيف مع هذه الظاهره ديال التغيرات المناخيه وتتاقلم
مع الندره ديالها ومع القله ديالها. واليوم نحن في اذا كنا في الزاكوره او الزازات اللي هي تعمها الثلوج والامطار والخيرات ولله الحمد في حوض مائي تقل فيه يعني عدد كبير من المنشآت المائيه اللي على مستوى الاحواض المائيه الاخرى. كنشوفوا مثلا الحوض ام ربيع اللي حدود الساعه لا زال يعني سد المسيرات في حدود نسبه الماء 4%، سد بني بدال والاخر لا يجاوز 12%. يعني مجموعه السدود الكبرى اليوم اللي على مستوى الحوض المائي ام ربيع لا زالت نسبه ملئها ضعيفه جدا، وهي اللي كتمد الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى والجديده وسطات طيب. بماء صالح للشرب والمياه ديال السقي. واليوم هذه المجهودات اللي تقوم بها المملكه اليوم على مستوى الرفع من الاحواض المائيه هو مشروع كذلك رائد اللي بدات فيه اليوم الحكومه المغربيه، واللي من المرتقب بانه يساري الاشغال ديالو في شهر يعني يونيو المقبل اللي كيربط ما بين الحوض المائي سابو والحوض المائي ابو الخراق. ممكن ان هذه العمليه وهذا المشروع الكبير اللي ممكن انه يضمن الامن المائي للساكنه ديال الرباط سلا والدار البيضاء الكبرى. شكرا لك استاذ محمد بن عبو. استاذ زين العابدين الحسيني، هل ترجح ان يكون هناك تجاوز سريع للازمه المائيه مع عملية تسريع بناء المنشآت المائية ومع هذه التساقطات أيضا، أن يقع هناك تجاوز سريع للأزمة وأن ترتفع قدرة المملكة على التعبئة حتى إذا كانت يعني نسبة الملء منخفضة نسبيا تكون السعة كبيرة جدا؟ الحقيقة أنه التفكير في توسعة القدرة التخزينية لسدود المملكة هو شيء إيجابي جدا ونحن نسير في على الطريق الصحيح، ولكن المشكل هو أنه مهما أنجزنا من سدود فهي تبقى مرتبطة بالتساقطات، لأنه السدود تبقى فارغة إذا لم تكن هناك تساقطات. وإذا علمنا على أن التساقطات في السنوات الأخيرة ظهر على أن هناك ارتباك كبير، هناك عدم انتظام، هناك كثير من الإشكاليات التي تطرح على هذا المستوى، فالحقيقة على أننا نضع هذا البرنامج أو هذا الجهد في مكانه ونحتاط له، ولكن في نفس الوقت يجب أن نفكر جديا في المصادر الغير التقليدية لأنها أضمن. فنحن عندما نفكر مثلا في تعميم المصانع التحلية أو يعني الديسالينيزاسيون يعني إزالة الملوحة لمياه البحر، فهذا إجراء احتياطي من جهة واستراتيجي من جهة أخرى. عندما نفكر على أن المدن خصوصا المدن الكبرى يجب أن تعالج وتكرر المياه التي تستعملها لإعادة استعمالها من جديد في إطار منظومة الاقتصاد الدائري، فهذا شيء أساسي ويعتبر احتياطا استراتيجيا مهما، لأنه لابد أن يكون التفكير على مستويين متوازيين. وفي نفس الوقت يجب على السلطات الترابية يعني على الحكومة أن تستمع صغية جيدا إلى الخلاصات التي يصل إليها خبراؤنا وكذلك جامعاتنا التي بذلت في السنوات الأخيرة جهدا كبيرا في هذا المجال ووصلت إلى نتائج يعني يمكن استثمارها لكي تعود علينا بالكثير من النفع. فنحن الآن أمام برنامج ترتبط به كل اقتصاديات وتنمية البلد، فالماء كما تعلمون هو ضروري لا في الصناعة ولا في التجارة ولا في السياحة ولا كذلك في الصحة واستمرار الحياة بصفة عامة، وبالتالي استراتيجيتنا يجب أن تكون ذات أبعاد مختلفة وليست ذات بعد واحد. سياسة السدود مفيدة ومهمة وأكدت يعني جدارتها وأهميتها في السنوات الأخيرة، ويعني حمتنا من كثير من المشاكل التي كان بالإمكان أن نقع فيها، ولكن كما قلت فالتغيرات المناخية تفرض قوانينها وتفرض واقعها الذي ليس لنا مهرب عنه. ثم ذلك في الأخير يجب أن نستحضر على أنه درجة حرارة الأرض ودرجة نسبة الحرارة في منطقتنا في منطقة ميناء حوض البحر المتوسط في السنوات الأخيرة يعني نشاهد صيفا ممتدا يعني تتجاوز مدته 4 أشهر، وكذلك نسب الحرارة المعدلات التي أصبحنا نسجلها في المدن الساحلية وكذلك في شمال المملكة هي يعني أرقام غير معهودة وتجاور تفوت 35 درجة وتجاور 40، وهي ما يؤدي إلى كثير من التبخر الذي يمس المياه السطحية بالخصوص التي نعتمد عليها كثيرا. فإذا كانت المناطق الجنوبية من المملكة الآن تستفيد من التساقطات الثلجية فيما يخص إنعاش الفرشات والمصادر الجوفية بصفة عامة، فإننا يعني في مناطقنا جل التساقطات التي تذهب ولا تستقر في السدود تذهب إلى البحر، وبالتالي فهذا طيب. واقع أيضا يجب أن نستحضره. شكرا لك الدكتور زين العابدين الحسيني أستاذ الجامعي خبير في التشريع البيئي. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة.
بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني mediantv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.